تعالى تعالى اعرفك ازاي ان انت تعمل تنظيف لقرص السي في الكمبيوتر او في اللابتوب عشان تحل مشكلة تقل استخدام الكمبيوتر. فتابع معايا الشرح، تابع معايا الشرح ده عشان تعرف الطريقة. هتعمله هتدخل على زيز بي سي، هتضغط عليها، هتبدأ تقف على قرص السي وتضغط كليك يمين، تيجي من القائمة اللي هتفتح معاك دي لآخر خيار من تحت ده اسمه بريبيرتس، هتبدأ تضغط عليه. هتيجي عند حاجة اسمها ديسك كلين اب، هتضغط عليها، وتيجي عند خيار اسمه كلين اب سيستم فايل، تبدأ تضغط عليه. هتستنى شوية هتلقى ان الواجهة ديت بدأت تفتح معاك وبدأت تشتغل معاك الواجهة ديت، هتلقى ان القائمة ديت كمان طلعت معاك. تمام، كل اللي انت هتعمله دلوقتي هتيجي عند كلمة اوكي ديت من هنا، تضغط عليها هتطلع معاك القائمة ديت، هتختار حاجة منها اسمها ديليت فايل، هتضغط عليها وتستنى شوية لحد ما يبدأ يخلص العملية اللي هو بيمسح اللي بيعملها ديت، هيبدأ يمسح لك الملفات بقى المؤقتة.